نفس الامر بالنسبة في الشوط الثاني. خطأ يا 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 خالد عسكري ينفعل. خالد عسكري يفقد اعصابه ويغادر في لقطة لا اعلم. الله يحسن عوان خالد عسكري بكل ما كتحمل الكلمة من معنى. اقدر كثيرا موقف خالد العسكري، ولكن ما بغيت اي خطا. كنعلموا بانه هذا الموقف اللي فيه خالد العسكري موقف صعيب، موقف صعيب، ولكن ما بغيتش خالد ينسحب بالطريقه. خالد ما خصكش تنهزم. هذا الخطا كيوقع للحراس كبار، ولكن بشكل كبير يخلع القميص وينسحب. الآن